هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو الهدف في حياتنا. كتير قوي بنقعد نقول انا نفسي ابقى كذا، انا نفسي اعمل كذا، انا نفسي اكون. دي كلها امنيات مش اكتر، ولكن احنا عايزين نحدد الهدف من حياتنا. احنا عايزين ايه بالظبط؟ في انسان يقول ايه؟ انا هاخد نظريه سمارت يحدد كده ورا ورا، يجيب خمس حاجات يحدد هدفه، تحديد هدف. تاني حاجه الوقت اللي هينجز فيه الهدف. تالت حاجه يا ترى قابل للتنفيذ ولا لا. رابع حاجه يا ترى ده في استمراريه ولا هيجي في وقت هوقف. المهم الحاجات دي كلها احنا عايزين برضه ناخد بالنا منها، ان احنا نحدد هدفنا. هدفنا بيكون ايه؟ في واحد يكون هدفه ان انا مثلا هقرا الكتاب المقدس في سنه. طيب عشان تقرا الكتاب المقدس في سنه فكرت تعمل ايه؟ عشان تقرا الكتاب المقدس في سنه؟ وايه هدفك من قراءه الكتاب المقدس؟ يا ترى المعرفه؟ يا ترى يبقى عندك معلومات كتير؟ يا ترى لما تيجي تقف كده وتتكلم قدام حد تقول بقى بآيات وتقول يا ترى ليه؟ طبعا كلنا عارفين كويس قوي ان الكتاب المقدس ده حياتنا. فانا دلوقتي عايزه اقرا الكتاب المقدس علشان ابني نفسي، اعرف ربنا عايز يقول ايه في وصاياه، عايز يعلمني ايه، عايز يرشدني بحاجه معينه. طبعا الحاجات دي كلها جميله في حياتنا وهدف نبيل لبيتنا ولولادنا وحياتنا الروحيه، حاجه جميله خالص. بس انا عايزه برضه اوصل لحاجه معينه. كتاب قراءه الكتاب المقدس دي بتبقى ايه؟ حاجه دافع جواك. ايه الدافع اللي جواك اللي خلاك عايز تقرا الكتاب المقدس؟ ايه الحاجه اللي خليتك انا عايز اقرا الكتاب المقدس؟ ايه الحاجه دي؟ ممكن اسمع منكم كده على السريع؟ ايه اللي خلانا ان احنا عايزين نقرا الكتاب المقدس؟ ليه؟ اتفضلي. بعد كده زي ايه مثلا؟ زي الصيام. انا بكره باذن ربنا هنبدا
وهعلم ولادي حاجات معينه في الصيام قبل كده ما كنتش واخده بالي منها. لا انا هبدا من دلوقتي هعلمهم حاجه معينه، مش هيبقى ابدا مجرد اكل، انا هحضر الجزائر. ابتدى اللي فاضي مننا واللي ما عندوش شغل او اللي ما عندوش كورسات هيحضر قداس. خلي عندك هدف ان انا هاخد منك حاجه يا رب، انا هاخد منك حاجه يا رب، انا مش هسيب الثلاث ايام دول يفوتوا كده، انا يا رب جاي وهاخد منك حاجه، انا محتاجه لحياتي ومحتاجه لبيتي ومحتاجه لمصر ومحتاجه لمشكله معينه ومحتاجه للناس المريضه ومحتاجه. احنا يا رب محتاجين يا رب، مش جايين بس مجرد صوم عن اكل وشرب. انا هصوم لساني ان انا ما اجيبش سيره صاحبتي، مش هجيب سيره زميلي اللي معايا في الشغل واللي معايا في الخدمه. خلاص يا رب انا بوعدك من النهارده انا مش هعمل الحاجات دي. انا يمكن كنت بعملها عن زلة لسان، انا يمكن كنت بقع فيها في زلة لسان، وكتير مننا كنا بنقع في زلة لسان ونروح البيت نبقى متألمين وتعبانين وزعلانين احنا قد ايه قلنا كده او جرحنا اللي قدامنا. ولكن يا رب خلاص من النهارده انا هاخد قرار، والقرار ده هيبقى نابع من جوايا عشان انا بحبك. طب انا عشان بحبك يا رب انا هعمل حاجات كتير، هعمل حاجات كتير ومش هبعد عنك ابدا، ومهما حصل مهما حصل انا مش هبعد عنك. كان في قصه جميله قوي بتحكي زمان في بطارقه، في بطرق كان موجود في زمن العصور بيحب ربنا جدا وبيصلي وقلبه ده يعني مع ربنا لاصق بربنا كده. البطرق ده كان قاعد وكان عنده قماش كتير وكان حابب ان هو يفصله، فجه يفصله. طب انا هجيب مين يفصله؟ ينفع اجيب اي حد كده وخلاص افصل؟ يا رب اعمل ايه؟ قعد يصلي فجت العذراء والنون فصلت له الهدوم بتاعته، العذراء نفسها جت وفصلته، وهو كان راجل تقي جدا، عشان كده العذراء كانت بتتعامل معاه بود وحب كده، يعني بيشوفها عين بعين تدخل بقى. البطرق ده في يوم من الايام جان مين؟ جان واحد خاطي جدا وتعبان قوي. بس الخاطي ده كان عنده هدف ان هو هيبطل الخطيه، بس خطيته كانت صعبه جدا جدا جدا، لدرجه ان الاب البطرق الحلو ده قال له انا اسف يا ابني مالكش عندي توبه. مش هقدر اديك حلو، مش هقدر اديك غفران. مشي طبعا الاخ ده تعبان جدا يبكي، فراح عند صوت العذراء مريم ما يرضيش بقى يروح، ما هو اصل عنده هدف. انا تبت وخلاص، اصل انا مش انا سمعت من اب البطرق، الاب البطرق ده على راسي من فوق، بس انا عندي هدف يا رب، انا مش قادر امشي واروح الا وانا حاسس ان انا خلاص تبت، وانا واثق انك انت قبلت توبتي. يا رب طب اعمل ايه؟ من فضلك يا رب ارشدني، من فضلك يا رب ارشدني. فضل يبكي وكان ملمي صعب قوي قدام ايقونة العذراء. ظهرت له ست العذراء وقالت له ايه؟ قالت له انا سمعت صلاتك وربنا سمع صلاتك ومبسوط منك جدا، روح قول للاب البطريرك ان انا ايه؟ ان الخياطه بتاعتك بتقول لك ايه؟ بتقول لك خلاص ربنا غفر لي خطيئتي. خد بعضه جري، طبعا عنده هدف، جري للاب البطريرك وقال له يا سيدنا يا سيدنا الحقني، انا سمعت حاجه النهارده. بس طبعا ايه، بص كده الاب البطريرك طبعا لما سمع الحكايه كلها والجشيشه كلها ما قدرش يتكلم، هيقول ايه؟ بس قرع صدره وقال له ايه؟ يا الهي انا برفض حد هو جاي بتوبه حقيقيه وجاي بيبكي من دموع عيني وانا رفضته، وانت يا رب قابلته، يا رب سامحني، انا بعد كده مش هقفل الباب قدام اي خطيه. وكان نفسه برضه لسيدنا البطريرك. بس ربنا عايز اقول لكم ان ربنا حلو جدا، ربنا لما بيدي للانسان هو قلبه كده ان هو يتحرك، ان هو يسيب خطيه معينه، ان هو يسيب عاده معينه، ربنا عايز يوصل لنا حاجه معينه، واحنا لازم نفتح له قدامنا، لازم نفتح له قلوبنا، ولازم يبقى عندنا ثقه جامده جدا ان ربنا مش هيكرهنا. في مقوله حلوه بتقول ايه؟ بتقول كل حاجه انا بتمناها او ببقى نفسي فيها دي ما بتعتبرش هدف، بتعتبر نور بس امنيه. يعني انا نفسي اكون مثلا اكون دكتوره، انا نفسي ابقى محاميه، انا نفسي ابقى موظف كبير، انا نفسي ابقى مشهور، كل
احد الاباء يقول انا شحتني يا رب حاجه، شحتني حاجه، شحتني النهارده فضيله معينه، شحتني فضيله المحبه. احب بجد، احب بجد. احنا بنتكلم عن المحبه، سامحوني، الاثنين والمام عايشين بيها، وساعات ايه نقعد نقول احب بعضكم والمسيح بيحب الخاطي وانا راجل خاطي والكلام ده كله. لا، انا بقى من فضيله المحبه دي لعبتي انا، ده انا كل محبه. طب وانت فين تصرفاتك في المحبه؟ كل حاجه بتعملها بتقصد اخواتك وبتتعب اخواتك وبتزعلهم وبيروحوا معيطين منك وزعلانين منك، وبقعد اشكي 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 منهم قد كده، بقعد اشكي منهم قد كده، ممكن اكسفهم كمان، ممكن اجرحهم وانا مش واخد بالي. اكون ايه بس انا كده كسبت جوله، تبقى جوايا انا كسبت جوله عشان جرحته، فانا كده كسبت جوله، انا كده تعبت انسان، انا كده عملت خطايا كتير، جرحت انسان وادمته وخليته يمشي زعلان وزعلت ربنا وما احترمتش المكان اللي انا فيه، ويمكن ما احترمتش كمان اب كاهن ولا كل الحاجات دي انا مش واخد بالي منها. عايزين ناخد بالنا بجد، عايزين نعيش بجد، نبقى انسان بجد، كيان كياني اكون فعلا بجد، انا انسان بجد. انا عايز ارجع لصوتي الاولى، ربنا لما خلقني ببساطه، خلقني مش متكلم ولا متصنع ولا برسم لنفسي صوره معينه ولا شكل معين عشان اظهر بيه قدام الناس عشان الناس تقول الله ده ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. انا قلت لما اكون زعلان اقول انا زعلان لفلان، اروح اقول له انا زعلان يا فلان، سامحني اخطيت، انا مش قادر اسامحك في الحته دي. انا ايه المشكله لما اروح اقول له؟ انا لازم اروح اقول له، عشان انا لما قلتلوش هاخد دين من جوايا، ولما اقعد مع صاحبتي هدينه مع صاحبتي، ولما اقعد مع اب الجاهل هقعد اشتكي منه، ده عمل لي كذا وعمل لي. طيب ما اروح قدامه على طول واقول له انا مش قادر اسامحك، انا سامحني، انا عندي ضعف، انا عندي ضعف. وانسب لنفسك الضعف، دي ام منك. لما ننسب لنفسنا الضعف ان انا ضعيفه في الحته دي، دي مش ان انا بقلل من نفسي ولا بقلل من كرامتي، بالعكس انا قدام الله انا واضح وصريح وحلو. ولما رحت له قلت له انا زعلان منك في الحته الفلانيه دي، مش هقعد بقى استناه الغلطه، ولما حد يقول عليه كلمه اقول له اه هو كده، هو صح كده، هو يستاهل، هو ما اعرفش ليه ممكن يكون غلبان جدا، وممكن يكون عن ضعف بشري فعلا، واحنا كلنا ضعف، عن ضعف بشري، هو وقع في الخطيه دي، ما احنا ناخد بايده ونقومه، ما احنا لما ناخد بايده ونقومه احنا كده هنفرح وهنفرحه وهنفرح ربنا في الارض السماوية. واحنا هدفنا ايه غير ان احنا نفرح ربنا؟ عشان كده ربنا يخليكم، يعني عايزين لما يكون حد فينا تعبان ناخد بايده، نمسكه نقول له يعني انت تعبان، خلي بالك، وبمحبه يعني سامحوني في حاجه كده ساعات بتحصل مننا، يعني يكون انت حكيت حاجه لحد وكان تعبان في حاجه معينه وهو فرح وتغير وبقى حاجه كويسه. يجي الوقت بقى او تلف الايام تيجي انت تقف في نفس الوقعه دي، يجي بقى الاخ ده، لا 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 لا، انت المفروض ما تعملش كده، انت المفروض تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الله، الكلام ده مش انا اللي بقوله لك من زمان؟ طب انت جاي دلوقتي تقوله لي باسلوب حلو، قوله لي كده بطريقه فيها محبه، قولها لي بطريقه تقومني، مش بطريقه تعصرني فيك، انت عصرتني فيك، انت عصرتني فيك، انت ما قلتليش بطريقه اللي انا قلتها لك زمان، انت فاكر زمان لما انا قلتها لك؟ لا، انت جاي تقول لي بقى بكبرياء وحرام، احنا كده بنكسر في بعضنا ومش حاسين ان احنا بنكسر في بعضنا، احنا عايزين نقوم بعض بس بطريقه روحيه وطريقه فيها محبه فعلا، محبه حقيقيه. ولما اجي اقول راجل بحق اقول له بصراحه قدامي، يا اخ يا اخت الحته اللي انت عملتها دي فيها كذا وكذا، خلي بالك ونتكلم مع بعض بصراحه، لكن ان انا اقعد اقصر فيه يبقى كده. لكن رايك قوله، هو ربنا حابب انك انت تقول رايك وحابب انك انت بس ما تجرحش، قول رايك بس ما تجرحش في حد، قول رايك بس باسلوب روحاني حلو، محب اللي قدامك يحس بمحبته ويحس انك انت فعلا خايف عليه، مش مجرد انا كبير وانا احسن منك وانا وصلت المرتبه بقت اعظم منك ووصلت ده انا عند ربنا حلو قوي، وانت ايه ده؟ انت وقعت؟ انت سقطت؟ لا لا لا، مش عايزين كده. اللي يقع فينا التاني يقومه بمحبه، ويقومه بمحبه وهو بسنه وهو ايده بايده، صدقوني المسيح هيفرح بينا، هيفرح بينا قوي. وكمان ايه؟ عايزين نشجع بعضنا على فعل الخير،
بيها اكتر واكتر، لكن ما تبصش على غيرك، لان لو بصيت على غيرك هتخسر اللي معاك للاسف، ومش هتوصل للحاجه اللي انت نفسك تحققها. الهدف بتاعنا النهارده ان احنا قلنا هنصوم من اجل مصر، وهنصوم من اجل خطيتنا، هنصوم من اجل الناس التعبانين، هنصوم من اجل ضعف كل واحد فينا، كل واحد فينا فيه ضعف، بس احنا بقوه ربنا هنقوم من الضعف، بقوه ربنا مش هنفضل نستسلم في الضعف، ولكن هنقوم من الضعف. في هاخد القصه بعدين تجيبوني، في قصه عن دكتور، دكتور ده كان مشهور جدا جدا، وكان راجل عظيم قوي قوي، وكان بيلف العالم كله بيروح هنا وبيروح هنا وبيسافر في كل مكان، فكان عنده مؤتمر عظيم وكل الناس وناس مشهوره هيحضروا فيه، فقال ايه؟ انا لازم اروح ولازم ما اتاخرش واروح في الميعاد. جه يركب الطياره قالوا ايه؟ لا ده الطياره النهارده الجو وحش وللاسف مش هتروح. مفيش غير اي مواصله غير انك انت هتاخد ايه؟ عربيه، وللاسف انت هتسوقها بنفسك. تمام هسوقها بنفسي. طيب خد العربيه وايه؟ وفضل ماشي في الطريق. طبعا ضل الطريق ما عرفش الطريق لانه ما عرفش يوصل لاي مكان ولا يروح في اي مكان. المهم حب يروح المكان ده ما قدرش، حب يروح المكان ده ما عرفش لقى فين. لقى مكان ايه؟ جراده كده. مش في طوالي لقى فيه ضوء بسيط وخافت قوي، فضل ماشي ورا الضوء ده لحد ما وصل هناك، لقى بيت كوخ كده صغير في قمم جبل عالي، راح داخل البيت ده، بص كده وقال ايه؟ يا جماعه يا اللي هنا في حد هنا؟ راح في واحده ست عجوزه وغريبه وراحت فتحت كده وهي مش قادره خالص، وقالت له اتفضل يا ابني اتفضل يا ابني انا مش قادره معلش اضيفك، بس في اكل على الترابيزه اقعد كل. طبعا كان ميت هو طبعا لانه هو انتهى الطريق، فقال لها مالك يا ستي مالك حزينه كده؟ قلت له انا عندي حفيدي بقاله سنين طويله عيان بمرض معين، وقال قالوا لي ان في دكتور واحد بس هو اللي هيعالج. قال لها دكتور اسمه ايه الدكتور ده؟ قال لها قالت له اسم الدكتور. راح هو قع على صدره لان هو ده الدكتور. لان هو ده الدكتور المعالج الوحيد اللي هيقدر يعالج حبيبه. قد ايه لما قع على صدره قال يا رب انت احنا بنجري في الطريق وبنروح شمال وبنروح يمين وبنروح هنا وبنروح هنا، لكن مش عارفين انت هدفك ايه. انت يا رب خطط لنا حياتنا، لكن احنا مش عارفين انت عايز ايه. يمكن الهدف بتاعك انت ساعات يا رب لينا بيبقى واضح وصريح وفي كل حاجه لخيرنا ولخير غيرنا، لكن انا ساعات بقعد احط هدف معين ما بيبقاش لصالحي ولا بيبقى هدف ربنا. عشان كده سلم حياتك، سلم حياتك لربنا، سلمي حياتك لربنا، قول له يا رب ايه؟ انت اعمل منهجي، انت اعمل منهجي، انت زي ما هتخطط انا همشي وراك، انت هتمشي كده انا همشي كده، هتمشي كده انا همشي كده، هتمشي كده خليك ورا ربنا. اللي بيمشي ورا ربنا ما بيتوهش مهما حصل، مهما حصل لنا، مهما حصل لنا في عصرات، مهما اتخبطنا، مهما وقعنا، مهما قمنا، خليك واثق في محبه ربنا، واثق ان ربنا هيدينا محبه وقوه ونعمه، واحنا هنشحت من ربنا كل حاجه حلوه، هنشحت من ربنا